مركز مقديشو للبحوث والدراسات في الصومال هو مركز بحثي علمي يعمل على إعداد البحوث والدراسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الصومالي، وهو مركز مسجل لدى الدوائر الرسمية في البلاد ولا يتبع لأي جهة سياسية أو مذهبية. وقام بتأسيسه مجموعة من الشباب من ذوي الثقافة العربية في الصومال في عام 2013. مركز مقديشو في الصومال.